السلام عليكم. مباشره من العين، اول حاجه ربي يرحم الشهداء في فلسطين، والله يجعل ربي ينصر اخوتنا في فلسطين. الشعب الجزائري متضامن مع فلسطين والى اخر يوم في حياتنا، رانا مع فلسطين ظالمه ولا مظلومه. ان شاء الله يا ربي ينصركم وينصر الاسلام. هذه اللي نقولها. كاين حاجه واحده اخرى، ادعوا لخوتنا في فلسطين، هذه غادي نقول لكم، باسكو راهم يفوتوا في مرحله حسبي الله ونعم الوكيل. ربي يرحم الشهداء. غادي نقول لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تجور مع الفريق الوطني المناصرين هذو اللي راكم تشوفوا فيهم. احنا تجور متضامنين مع خوتنا الفلسطينيين، وكما يقول الرئيس الراحل هواري بوبدينا رانا معاهم ان شاء الله، ظالمين او مظلومين ان شاء الله رانا معاهم وخلاص. 1 2 3 فيفا لاجيري ان شاء الله. فلسطين ظالمه ولا مظلومه تجور معاهم. الله يرحمهم ويصبرهم وربي معاهم، وحنا الجزائر كلنا ضامنين مع الشعب الفلسطيني ومع القضيه تاع فلسطين. وبالنسبه للفريق الوطني ان شاء الله نفوزوا. صلاه لميركي قال وبصحنا الجزائر احنا خاوه خاوه. السلام عليكم. طازج يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. تغطية مباراة الجزائر مصر الودية برعاية بلاط. هذا الفيديو برعاية بيت بايت. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.